تحياتي، صباح الخير. مداخلة بعنوان فلسفة الماركيز دو ساد بين الشر والأخلاق. ألفونس فرانسوا دو ساد دوناتيان، مولود 1740 متوفي 1814، يعتبر أب السادية، رجل في الأدب وفيلسوف. هو شخصية مشهورة في الأدب، خاصة الأدب الفرنسي. كاريكاتير، يبدو أن سمعته تتجاوز أعماله بكثير، وينظر إليه على أنه رمز للقسوة والتحرر غير المبرر. لذلك دعونا نحاول أن نرى الأمور بوضوح من داخل نسقه الفكري وتجربته وسيرته الذاتية. بعيدا عن الكليشيهات التي اختزلت إليها نصوص ساد، فإنه يبدو للمحللين كفيلسوف يدافع عن أخلاقيات التخريب والإلحاد وقلب جدول القيم، ويبدو ساد كمفكر حر قد سجن لمدة نصف حياته تقريبا 28 عاما، وكتب كثيرا للمفارقة. بقدر ما سجن بقدر ما كتب. كتب لتأسيس نظام معادي للمجتمع. أهم أعماله هي جوستين أو مصائب الفضيلة، ثم أهم كتاب فلسفي الفلسفة في المخدع أو المعلمين الفاسدين، وكذلك 120 يوما في سدوم، ثم جرائم الحب، ثم ساد يا الله. نبدأ بفلسفته، مسألة الشر والطبيعة. يقول ساد في تاريخ جولييت أو رخاء الرذيلة الذي كتبه سنة 1797 أو نشر، يقول: نحن نصرخ ضد الأهواء دون أن نعتقد أن الفلسفة تضيء شعلتها بمشعلها، بمشعل الأهواء. يعني الفلسفة تتغذى من الأهواء حسب سارتر، ولكن نحن ندينها، ندين الأهواء. إذا كان الإلحاد هو نظام كل الناس الذين يعرفون كيفية التفكير، يقول سارتر، فإن الإنسان وحده في الكون لا يوجد عبره. ولكن سارتر يجعل من هذه العزلة مصدر الحرية. شر لم يعد موجودا، الإنسان هو الذي يحكم وحده على ما هو خير أو شر. عندما يرتكب الإنسان أمر موحش، فإن ذلك دافع طبيعي يدفعه. فالإنسان الذي يدمر الإنسان هو بالنسبة للطبيعة مثل الطاعون والمجاعة بالنسبة له. أن يعني تخلص من صاد ليس أمرا مستهجنا من وجهة نظر الطبيعة. يتجاوز الإنسان الطبيعي الأعراف ويعيش وفقا لقواعد ما قبل المجتمع أو حتى من وجهة نظر اجتماعي، فإن الذنب مشروع. كبرياء الإنسان يتطلب القليل من الشراسة. إذا لان الإنسان ضاعت طاقته وضاعت حقوقه، وسوف يخضع قريبا، ويجب أن يحل يعني الإنسان الشرس محل الإنسان اللين. تنظيم العواطف يجب أن نترك للطبيعة. في هذا يعتبر صار مناهضا للدولة والتنظيم. الإنسان والمجتمع عند صاد. إن فلسفة صاد حول الإنسان واضحة، فلسفة الاهتمام. الإنسان الصادي ليس الإنسان الكانتي، لا توجد أخلاق طاذحة ولا مصلحة عامة، بل حسابات باردة لما يمكن أن يجلبه له الآخرين أو المواقف. يجب على المرء أن لا يحسب الأشياء إلا من خلال العلاقة التي تربطها بمصلحته. كما دفع صار عن فكرة غياب الهوية أو العالمية بين البشر، يخبرنا أن كل شخص فريد من نوعه ومدفوع بطبيعته الخاصة، لذلك يمكن أن نطلب منه تصرف بنفس الطريقة. وينتج عن هذا نسبية أخلاقية مبنية على مفهوم متميز الإنسان، والذي يذكرني بمفهوم سارتر حول مسألة الطبيعة البشرية. أنا أسألك: هل القانون عادل حقا؟ والذي يأمر من لا يملك شيئا أن يحترم من لا يملك كل شيء؟ ما يصلح لأحد لا يناسب للآخر. يقول سارتر في كتاب الفلسفة في المخدع، فصل الدين، الذي ألفه سنة 1795: من خلال جعلهم يشعرون بضرورة الفضيلة فقط لأن سعادتهم تعتمد عليه، سيكونون أشخاص صادقين بدافع الأنانية، وهذا القانون الذي يحكم جميع البشر سيكون دائما الأكثر أمانا على الإطلاق. إذن هكذا المجتمع حسب صاد الذي يحلم به هو مجتمع حيواني فوضى عنيف، حيث الأفراد هم كل شيء، لا شيء يجب أن يوقف عواطفهم. لا يوجد تعالي أو تسامي أو تحويل العاطفة، وهذا أمر ليس جيد. ساد يرى أن الفلسفة ينبغي أن تعمل لتحرير المشاعر. حتى في اللغة يجب على الإنسان أن يتحدى المحظورات،
وأن يجعل من يعني التفاهة، الكلام التافه والكلام يعني السخيف ثقافة. لابد من التلفظ بالألفاظ القوية والبذيئة في وألفاظ التجذيف التي تخدم الخيال جيدا. يجب أن لا يدخل داخل الإنسان أي شيء، لا يكبت أي شيء. يجب أن تزين هذه الكلمات بأكبر قدر من الترف. التعبيرات يجب عليه إثارة الفضيحة قدر الإمكان، لأن الفضيحة أمر جميل جدا ولكن انتصار صغير للكبرياء ولا يمكن ازدراء بأي حال من الأحوال. إذن فلسفة صاد هي فلسفة الأنا الأعلى المتحررة. أن الإثارة والعنف ليس سوى تعبيرات عن مفهومه الذاتي المبني على المتعة والعودة إلى الحالة الطبيعية. في أعماق صاد هو فيلسوف الحرية في أقصى تطرفها وفي أحلاكها. سيكون فريد ونيتش مدينين له لمساهمته في الأخلاق وتحرير الأنا. والمثل على المستوى السياسي فإن فوضوية باكونين على سبيل المثال كانت مستوحاة من مفهوم الحرية المطلقة ورفضها للسلطة. يفهم صاد مصطلح السعادة لكنه لا يفهم مصطلح السعادة العادية، وبالتأكيد ليس علم النفس. صاد أيها الفيلسوف أنك مصور إباحي، بالتأكيد كاتب فاضح. من الواضح أنك مجادل ومفكر حر بلا شك، ولكن أيضا أنت في نهاية المطاف مؤلف كتاب فلسفة في المخدع الذي حاوره الخامس بعنوان فرنسي وهو جد آخر إذا كنت تريد أن تكون جمهورية، والذي نشر عام 1795 بعد سنوات قليلة من الثورة الفرنسية. وطور برنامجا سياسيا معاديا للعهد القديم، نظام يدين عقوبة الإعدام ويدافع عن الإلحاد ويبرر السرقة والفجور. ولكن بشكل عام فإن عمله ككل هو الذي يغذي الفكر، لأن صاد رجل يحب المواقف الأصلية على أقل تقدير. لذا دعونا نتوقف عن قراءة صاد كمؤلف مثير. عرفنا على ذلك من يستطيع أن يتحمس بصدق لقراءة البذائات القاسية التي يصفها، فلنقرأه مثل الفيلسوف الذي هو عليه. وهو أولا وقبل كل شيء فيلسوف عصر التنوير، وهو منتقد للغاية للدين الذي يعتقد أنه يقوم دائما على الجهل والخوف. يرفض صاد كافة أشكال السلطة، ويعتبر أن الإنسان يجب أن يقف بمفرده دون مرشد يحدد المعايير والقيم. إن الاعتذار عن النشاط الرغبة والعنف الأكثر جموحا هو تعبير عن القدرة المطلقة للذات، وعلى ذلك نعرف أن هذا الشخص الحر الذي قضى ما يقرب من نصف حياته سجينا أو معتقلا هو أيضا مدافع متحمس عن الحقوق الفردية والمصالح الشخصية إلى حد الأنانية. بالنسبة له الحق في الاستمتاع مقدس تماما على المستوى الجسدي بشكل خاص. يجب على الجميع أن يخضعوا طواعية لرغبات الآخر والعكس صحيح. لذلك فإن الصاد إنسان أخلاقي أو بشكل أكثر دقة مناهض للأخلاق، الأخلاق الشكلانية، ودافع عن تخريب الأخلاق والإطاحة بالقيم التقليدية. المتعة بالنسبة له هي المعيار الوحيد للخير، ولهذا السبب من المشروع تمام الخضوع لإرادة الآخر طالما أنك ترغب في ذلك. أخيرا يريد صاد تذكيرنا بالطبيعة التي خلقنا عراة والتي تدفعنا خلقتنا عراة والتي تدفعنا إلى التصرف من خلال الغرائز غير الجدية بشكل خاص التي تحركنا. هو يعتقد أن هي التي يجب أن تنظم العلاقات بين الأفراد وليس الدولة أو المجتمع أو أي شيء آخر. وهكذا يرى صاد أن القتل ليس جريمة، الموت حدث طبيعي والقتل ليس سوى ذريعة، وبالتالي لا ينبغي إدانته. إن صاد هو بالفعل أكثر الفلاسفة ثورية. يقول في كتابه الفلسفة في المخدع: إذا أرادوا منك بالتأكيد أن تتحدث معهم عن الخالق، أجب بأن الأشياء كانت دائما على ما هي عليه ولم تكن لها بداية ولم يكن لها نهاية أبدا. يصبح من غير المجدي بقدر ما يكون من المستحيل أن يتمكن الإنسان من الذهاب إلى العودة إلى أصل، وهم لا يفسر شيء ولا يقدم شيء. لكن إلى أي مدى ساهم صاد في بناء الحضارة الغربية؟ فهو حاول هدمها ونظر لثقافة الرغبة المعادية لثقافة العقل. شكرا جزيلا على حسن الانتباه. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد نالت رضاكم حول صاد. إلى اللقاء.